بركاتك يا مبارك. مشاهدي لوسيت تي في، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم كواليس الاسود. في حلقه اليوم غنحاولوا نقربوا المشاهد المغربي اكثر من اجواء الاسود بعد الاقصاء المبكر من مونديال روسيا 2018. غنتكلموا ايضا عن المباراه الثالثه والاخيره للمنتخب الوطني المغربي امام المنتخب الاسباني. ولمناقشة هذه المواضيع أريد أن أرحب بالمدرب السابق للكوكب المراكشي ومجموعة من الأندية المغربية السي جعفر عاطفي. السي جعفر عاطفي، شكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدك. معنا أيضا المدرب والإطار الوطني السي هشام الروك. السي هشام، أهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة. شكرا على الاستضافة، نتمنى نكون خفاف على المتتبعين للستيفي. وكما العادة يحضر معنا الصحافي الرياضي سي نور الدين الركراكي. سي نور الدين الركراكي، أهلا ومرحبا وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا أخ طلال، اليوم معنا مدرب وطني ومعنا خبير في الإعداد البدني، غادي نحاول نشوفه معه شوية شيء ديال الإعداد البدني. ومعنا هشام الروك، عيسري أن بون غوشي، عنده ما يتقال في الساحة الوطنية. إذن سي جعفر، بداية كل الجمهور المغربي لاحظ الإقصاء المبكر ديال المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب البرتغالي، رغم الأداء الجميل اللي قاموا به أشبال المدرب إيرفي رونار، واش كتظن بأن هذا الإقصاء غيأثر على اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الإسباني؟ بطبيعة الحال أنه غيكون تأثير، لأن المغاربة كاملين واللاعبين خصوصا كانوا كيمنيو النفس بأن يديروا كوب دو موند في المستوى. كنظن على أن لا ديسيبسيون اللي كانت في المباراة ديال إيران استطاعوا اللاعبين أنهم يتجاوزوها بحيث قدموا مباراة جيدة أمام البرتغال، ولكن كرة القدم هي كما تنقولوا كتعترف بالنتائج الرقمية. هذا ما تيمنعش على ان بالرغم من ان الخروج ديالنا يمكن تكون فيه واحد الاحباط، ولكن هو ما تيفاجئش بكون ان المنتخب الوطني يعني جا في مجموعه اللي يمكن نعتبروها واحده من اصعب المجموعات، بطل اوروبا البرتغال، بطل العالم وبطل اوروبا اسبانيا، ايران. دونك تنظن على ان إلا كاين شي حاجه اللي ممكن نركزوا عليها هو المستوى الجيد في الاداء وفي المردود داخل الميدان، بحيث ان هاد السنه هذا تيبان لنا على ان اللاعبين امنوا بالحدود ديالهم. الفريق الوطني كانت عنده شخصيه، كانت عنده واحد الحضور ودافع على الامكانيات ديالو الى اخر لحظه. كره القدم هي هذه، اربعه الفرق غادي يدوزوا منهم جوج، دونك طبيعي لان ملي كيجيوك جوج مباريات صعيبه المجموعه الثانيه، لان لو كنا في المجموعه السادسه راه ما غاديش يكون اقصاء مبكر، غنكونوا حنا باقيين كنلعبوا لحقاش باقي ما لعبناش الماتش الثاني. دونك هو اقصاء يعني ماشي مبكر بحكم اننا حيت لعبنا جوج ماتشات، هو جا الامباكت ديالو بحكم اننا في المجموعه الثانيه وفي الايام الاولى من المنافسات. دابا علاش عندنا هذا الاحساس على انه جا حتى المجموعه الاولى حتى هي لو هذه المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه كانوا هما المجموعه السادسه والخامسه راه غنكونوا مازال ما تقصيناش. سي هشام، مجموعه من المحللين تكلموا على لو ستيل دو جو ديال المنتخب الاسباني كيشبه نوعا ما الستيل دو جو ديال المنتخب الوطني المغربي، يعني الاحتكار بالكره، اللعب الجميل كما كيقولوا التيكي تاكا. فاش يمكن لك تقول لنا إيرفي رونار غيدخل بال يعني نقدر نقولوا اسلوب اكثر دفاعي، او غيلعب بحال المباريات السابقه امام المنتخب الاسباني امام المنتخب البرتغالي
وايضا المنتخب الايراني غينهج نهج اكثر هجومي. واول حاجه في المباراه ديال الاخيره ضد المنتخب الاسباني خصنا افضل ما عندنا في ال11 اللي غادي يدخلوا خصهم يكونوا في هذه المباراه. يعني غادي اللي تكون مباراه اللي غادي خصنا بهذه المباراه باش نحافظوا على المكتسب ديال المباراه الاخيره ضد البرتغال. كما قال السي جعفر كان اداء جيد، كان في مستوى، كان هذا، ولكن هذا خصو ينعكس على المقابل الاخيره. يعني حنا خرجنا ولكن حنا راه كنسوقوا الكره المغربيه. يعني هذا كما كنقولوا ما شجناش في الطيله ديال جوج ديال المباريات. يعني اللي ما نشجوش ضد في المباراه الاخيره اللي ما عندهاش ضغط، المباراة الأخرى ما غيكونش فيها ضغط، وعندنا لاعبين في المستوى، غير هو خصنا كما قلت لك هذه المباراة هذه نخرجوا فيها نفوزوا فيها على جميع في جميع المقاييس في هذه المباراة. يعني عندنا لاعبين في المستوى، غير هو كما كنقول تيكي تاكا قلت لي كما كتشبه المغرب كيشبه الإسبانيا. فعلا عندنا فريق كيلعب الكرة، كرة حديثة، عندنا لاعبين في المستوى، ولكن المنتخب الإسباني راه إلا مشى حتى هز الإيقاع على فريق المنتخب المغربي غادي نلقاو مشاكل. ولا مشينا تضغطنا على بغينا نشكل باش نلعب المباراه الاولى ولا المباراه الثانيه ضد البرتغال وخرجنا لعند المنتخب الاسباني وبغينا نضغطوا عليهم في النص ديالهم وخلينا لي سباس، عندي لاقين ان غتكون خساره، خساره كبيره للمنتخب هذا، خصنا الحيطه والحذر. وانا كنفضل ان الطريقه خصها تكون مغايره على المقابلات السابقه اللي ضد المنتخب الايراني والمنتخب البرتغالي. شفنا المنتخب الايراني او المنتخب البرتغالي الاثنين نهجوا نهج اكثر دفاعي، كانوا في لا ديفونسيف اكثر. لاحظنا المنتخب البرتغالي بكريستيانو رونالدو باللاعبين ديالو الكبار، فما ما 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 قدروش ولا ما قدروش نقولوا ما قدروش، ولكن ما بقاو اكثر دفاعيا، خلاو المنتخب الوطني فرد اللاعب ديالو. وهذا الشيء رغم الايقاع اللي نهجته النخبه الوطنيه ما قدروش يسجلوا هدف. هو الاشكال اللي عندنا هو في المنتخب المغربي هو كيفاش نوصلوا، ما عندناش داك اللي كنقولوا داك اللي كيدير داك لا فينيسيون ما كايناش في المنتخب، رغم اننا وصلنا وكنا كنوهب المنتخب المغربي بالاداء ديالو وصلنا للبو، ولكن هذاك اللي كيدير لا كونكريتيزيون ديال في الاخر لا فاز فينال ديال 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 رقعه الملعب هي اللي ما كانش عندنا. كنتمنى ان كما قلت لك في هذه المباراه هذه نستغلوا اللاعبين كل واحد، حيت كاينين بعض واحد مجموعه ديال اللاعبين اخر في المشوار ديال الاخر مع المنتخب المغربي. وإلا ما كان بغينا نهضر اون ديتاي، هو على سبيل المثال هو المدافع ديالنا الايسر اللي حكيمي اللي في هذه المباراه هو كيلعب في الجهه اليسرى، كيلعب في الجهه المعاكس ديال الرجل ديالو. كنتمنى ان تعطى الفرصه، ما كنقصش من القيمه ديال نبيل ديرار اللي هو لاعب في المستوى الكبير، ولكن معدل ديال السن ديالو ما كيسمحش ليه انه غادي يستمر في المنافسات المقبله. كنتمنى ان هذا مجرد راي ديالي انه يبدا في الجهه اليمنى، واللي ما نبداو في الجهه بنديل اللي كنتمنى انهم يكونوا نعطيهم هذا الناتج على صغر السن ديالهم. حنا جابعين تابعنا مسابقات اللي جايين ان شاء الله، وخصنا ما نقولوش باقي ما عندهمش التجربه، بالعكس التجربه يمكن ما خداوش، لان ما خداوش في هذه المباراه هذه. وزائد ان سيرتو كنهضر على خط الدفاع، سيس مجرد راي ديالك كنعاود نكررها، انه يكون هو اللي يكون مع بن عطيه وكل الاطراف ديالو مستغلهم. زائد اللي ما نقولوش اللاعب اللي دا احسن مباراه اللي هو اللاعب ديال امين حارث اللي كان اللي دا الماير جوا في المباراه الاولى وما شركوا ولا دقيقه واحده في المباراه ضد البرتغال، ودا في البطوله الالمانيه احسن لاعب واعد مع المنتخب ديال شالكة 4 كان في المستوى العالي. خصنا انا كنفضل انه ما كنقولش انه يكون رسمي ولا كندخلوا في اختصاص ديال المدرب، ولكن على الاقل يكون تعطى الفرصه الاكبر، فرصه تكون كبيره في هذه المباراه هذه، لان بعد هذه المباراه غنكونوا سالينا غنكونوا رجعنا. وعلى الاقل من يكونوا رجعنا هاد الوليدات اللي كانوا الصغار السن ديالهم الوقيتة فاش نوصلوا لهم التظاهرات اللي غتكون وقيله فان جوا غادي نكون لعبنا في اقصائيات، نكونوا هاد الاخوة تجربه كبيره وماشي تجربه عاديه. يعني في اكبر المناسبات هو كاس العالم. سير دراكي كاينين مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي محترفين داخل البطوله الاسبانيه، كالحارس ياسين بونو والمحمدي، ايضا فيصل فاجر، نور الدين امرابط، واللاعب اشرف حكيمي اللي كيلعب في نادي كبير كريال مدريد. فكيفاش كتشوف هذا العامل هذا، واش غيشكل نقطه ايجابيه امام المنتخب الاسباني؟ الاخ طلال، هاد لا دانيير جورني
فيها حسابات. هاد لا دانيور فيها حسابات. ايران راه غتبغي تدوز، راه ولاو كيلعبوا في نفس 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 التوقيت. ايران بغات تدوز لقاي عند الحدود ديالها، البرتغال كذلك، الاسبان كذلك، والمغرب كاينه ليماج، كاينه ليماج دو مارك ديال ديال البلاد. دونك باش انا كيبان ليا هادوك لي جوار اللي كنا كنقولوا رون بلاصون غيلعبوا في التروازيام ماتش، ما كيبان ليش انا. اذا اوبليجي باش ما غادي نعرفش انا كي بحال عاطفي ولا كي بحال هشام ولا شي حاجه، ولكن كيبان ليا غيكون بان فيرونار ليكيب تيب. انا اللي كيبان ليا هذول اللي حاسس ليكيب تيب باش كاينه ليماج، ماشي انسان عاطيني غادي يخسر تولي زيرو بوان دي شوز كوم سا. لي جوار اللي ذكرتي سي فري يعني فورمي ولا المهم ديما اشرف حكيمي بيغ بروديس ديال ريال مدريد فورمي، وفيهم اللي جا من برا اباغ ياسين بونو اللي ابن مدرسه الوداد كندا. دونك نقدروا نقولوا ماشي اجو ايغال، ماشي اجو ايغال بون ليسبارا شامبيون دي موند، مي كاين الحدود، كاين الحدود. يعني انا كيبان لي هذه المقابله خاص انسان يدوا سوفي ليماج ديال ليون دو لاتلاس. السي جعفر عاطفي تكلم نور الدين الركراكي على التشكيله، قال بان التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي غتكون تشكيله تيب. واش كظن بان ايرفي رونار غيدخل بالتشكيله ديالو تيب، ولا غيكون نوعا ما بعد التغييرات في هذه التشكيله هذه؟ او خصنا نعرفوا على ان هذه المباراه هذه هي ماشي مباراه مجرده من المحيط ديالها، هي مباراه كتدخل في واحد الصيروره ما قبل وما بعد هذه المباراه. وبالتالي فخصنا نعرفوا على ان هذه المباراه كتجي باش تخسم المسار ديال واحد البروسيسوس اللي فيه الاقصائيات وفيه المشاركه في الفاز فينال. وبالتالي اي مدرب واي لاعب غيبغي انه ينهي هذا المسار في احسن الظروف، النقطة الأولى. وكتكون هي كنقطة بداية ديال ما بعدها، لأن عندنا لاعبين اللي ممكن مباريات بحال هذه تشكل لهم واحد لوبورتونيتي باش يمشيو لفرق كبيرة. هاد اللاعبين إلا مشاو لفرق كبيرة راه غيعودوا بالنفع على المنتخب الوطني. هاد اللاعبين غيعطيونا إشارات أو غيعطيونا واحد الصورة عليهم باش أن نقدروا نعتمدوا عليهم في الإقصائيات الماجية ديال كأس إفريقيا أو الإقصائيات الماجية ديال كأس العالم. وبالتالي فالاختيارات هي ماشي اختيارات اللي غنقولوا ما يمكنش تحكم فيها العاطفة بوحديتها، لأن حتى إيرفي رونار كاينين اللاعبين اللي مشاو معاه وكانوا ملتزمين معاه وكيلكو باغ ما غيبغيش أنه يحرمهم من المشاركة، ولكن في نفس الوقت كاين المسألة ديال النتيجة. لأننا خصنا أولا لو فير بلاي، خصنا نلعبوا بطريقة اللي خصنا نلعبوا بها لحقاش هادي سين كومبيتيسيون اللي كيشوفها العالم كامل. كاين الصورة ديال المغرب اللي هي كتفوت ليماج فوتباليستيك، ولكن كنهضروا على الصورة ديال البلاد لأن الناس كلهم غيتفرجوا فينا لاعبين مع إسبانيا. وكاين كذلك لا بيرفورمانس اللي هي خاصة بهذه المنافسة. ما يمكنش المنتخب الوطني يقبل على راسه انه يخرج بزيرو بوان وزيرو بوت، وهذه كلها معطيات اللي كانت كتصب في الشيء اللي قال هشام، هو ان ايرفي رونار واعي على انه خصو يأليني لا ميور ايكيب اللي عنده. لا ميور ايكيب اللي اولا هو كيثيق فيها، اللي كيعرف على انها غتعطيه ديك المباراه اللي كينتظر، واللي ممكن انه تقربوا من اكثر من نتيجه ايجابيه. وبالتالي فما كنظنش انه ما تنظنش انها غتكون تغييرات كثيره. علاش؟ لان ملي كنرجعوا للمباراه الاولى والمباراه الثانيه راه 17 لاعب من 20 باستثناء الحراس. الحراس لعب المحمدي وجوج الحراس ما لعبوش، ولكن في ال 20 لاعب اللي بقات راه كاين غير النصيري ومنديل وايت بن ناصر اللي ما شاركوش. وبالتالي ما يمكنش غيكون شي تغيير اللي هو يعني استثنائي بحكم ان اللاعبين كلهم شاركوا. يعني من المفروض اننا نرجعوا لدي كونفيغوراسيون اللي هما كلاسيك. حكيمي يلعب ادروات، ان لاتيرال غوش يلعب اغوش، نرجع وسط الميدان ما كنظنش ان عندنا اختيار على بوصوفا والحمادي. كانوا اختيارات السي جعفر اللي تكلموا عليهم مجموعه من المحللين والصحفيين. المباراه الاولى
تلعب نور الدين امرابط كظهير ايمن. مباراه ثانيه شفنا داكوستا اللي دخل من في لا بريمير ميتون، مجموعه ديال الناس تكلموا قال لك علاش ما يدخلش اللاعب رومان سيس اللي كان في المباراه الاولى، فكانوا تغييرات اللي طرحوا عده علامات استفهام واللي يمكن داروا لا ديفيرونس. بحال كسبيل المثال اللاعب سفيان امرابط من يدخل بعد لا بليسور ديال نور الدين امرابط في المباراه الاولى تعطى الخطا، وشكون اللي سجل ضد 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 المرمى ديالو هو بوحدوز. اذا هنا فين كيتطرحوا الاشكال هو هي تساؤلات يعني كيفاش غنقولوا مقبوله، القراءات حتى هي مقبوله، ولكن نقدروا نحطوا حنا بعد الاسئله شكون هو اللي كيعرف اللعابه الاكثر؟ راه هو ايرفيونا هو اللي معاهم. اضافه حنا في الماتش ديال ايران في اخر المباراه كان انشوا باش نمشيو للوفونسيف، رجع افيك 3 ديفونسور وزاد دي جوار القدام. لو حنا اللي سجلنا غنكونوا دابا كنقولوا ايرفيونا عبقري، خرج ملي خرج ليه المرابط دخل اميليو تيرا اللي يعرف يشد الكره ولعب سور لو كوتي، حقاش اميليو تيرا كيكون كيعرف يشد الكره لا بيرتينونس ديال لي شونجمون ما كيمكن تحكم عليهم الا ابريكو الا من بعد ملي كتدخل لعاب يقدر كاع كتسونطر الكره وتضرب فيه الكره وتدخل، كنقولوا ان كوتشينغ اكسيلون، ولكن كيبقى اكثر الناس معرفه باللاعبين الجاهزيه وباش محتاج راه هو المدرب. حنا راه كنحكموا من بعد ومن بعد ساهل، لان غنقولوا كل لعب سايس سايس هو اللي كان كيلعب كل لعب سايس، ولكن هو راه بنا على ان داكوستا اي فيزيك سي ان بون جوور دو تيت اي تري بون سور لوم غيدخل باش يشد كريستيانو. ولكن داكوستا كتجمع لي مينوت اللي لعب في لا سيزون ديالو مع الفريق ديالو كتلقى لعب ما عندهاش 70 ولا 80 دقيقه. دابا داكوستا حيد مونك دو كومبيتيتيف وحيد غير الكره ديال البيت. انا ما تندافعش على داكوستا، عيت نقولوا خاصنا نخرجوا من هاد ويمكن داكوستا هو اللي جا منه الهدف الاول. حيد هاد الكره، حيد هذه الكره اللي دار ابل كونتر ابل. هو رونالدو شكون هما المدافعين اللي ما ماركاش عليهم رونالدو؟ راه كاع المدافعين ديال العالم ماركا عليهم، ماركا على كيليني، ماركا على بواطين، ماركا على هولمز، كاع لي ديفونس ماركا عليهم كريستيانو رونالدو. دونك ميزابار هاد الكره هادي كيسكون بو روبروشي لداكوستا. انا تنقول احنا من وجهه النظر ديالنا ممكن نقولوا ان نقولوا بزاف ديال الاشياء، كاين اشياء اللي هي منطقيه. هشام دوا على حكيمي ادروات، سي اندرواتي كيلعب ادروات لعبوا ادروات منطق. اما ما بين حكيمي ودرار حتى واحد ما يقدر يجزم الا المدرب. في الريال مدريد راه ما كيدوش العاطفه سي احمد، اري دروا اري من كيكون كان مخر ما كيلعبش اري دروا فليسر وانت عندك اريير غوش تناقش خلا من ندير في البونطو. السؤال غير نمشي مع سي جعفر، هضرنا على جبدوا واحد النقطه اللي ما هضرنا على حكيمي كيف كانت المداخله في الاول كنا ضواتي. راه مينديل في المقابلات جوج اللي درناهم الاعداديه الاخرين راه لعب مينديل تيتولير والعطاء ديالو ما كانش خايب. حنا ما كندافعش على مينديل، لا كلهم مجموعه ديال المنتخبات ولعب بهم تيتيلر وكان مزيان وكلشي مغاربه والشعب ديالنا كيقول والله العظيم الا كان عندنا صوره قاتمه على هذا اللاعب وكلشي كيقول والله الا مزيان. هو لعبوا اخويا لعبوا كمار ارغوش ومادام تتقتي فيه ورغم ان كانت قيل ولقى على قبال مني دار سيرتو ابري لا بليسور ديال نور الدين امرابط في المباراه. لا لعب تيتيلر في المقابلات الاخرين يعني رسمي الناس ولات كتقول غادي يكون الا شي طريقه. سي هشام واش يمكن لنا نقولوا بان دوك لي ماتش اميكو ما استفادوش ما كان استفاده المنتخب ما كان استفاده ديالهم. انا كنظن انا علميا وتقنيا حتى دوك المقابلات الاخرين كيبقاو لا لاستوني كانت فاسيل اللي عنده شي حاجه عنده الفرقه عنده اللي خدام معاه شحال هادي راه خدام معاه والمجموعه اللي عنده عارف اش كيدير. ماشي بغا نجيو حتى المقابلات الاخرين اعداديين غنشوفوا فيها كيفاش غادي بغا نواجهوا بها المباريات في المنتخب في كاس العالم. انا كنظن ان بحال اش من استفاده ديال هو بحال هذه الحاله
ديال مين ديال عندنا الظاهر ايسر كنعانيو منه، عيطت عليه كنقول لك رغم لقينو القرف دارو في لا ليست ديالو ولعبتيه تيجي الى رسمي وكان كان في المستوى خويا بدا به. ما نقولش ان دغواتي تلعبوني انا غوشي حيت هاد لي بريباراسيون كما تكلمتي ما عطاو اوكين فالور اجوتي. شفنا ما عطاوش لا فالور اجوتي سو لو بلان تكنيك، سو لو بلان تكنيك عاوتاني خصنا نحطو راسنا في بلاصه ايرفي رونار. لا حنا كنتكلموا في دابا في الشق التقني سو لو بلان دو لا ديناميك دو جروب ايرفي رونار. خصنا ما ننساوش بعدا واحد المساله، راه اول تجربه عنده في كاس العالم ويمكن دونك هو بنى على تجربته في كاس افريقيا. في كاس افريقيا ما يميز ايرفي رونار هو هذا اللي كيشهدوا ليه المغاربه به كله، هو ان عطاك فريق طري سودي متحمس. كاس افريقيا ما كانوش لي بريباراسيون كنقول لك انه هو تيبني على ان الفرقه خصها تكون تكون لا كويزيون كبيره متحمسين كيلعبوا منطلق من هذا المنطلق. دونك المباريات الحبيه اللي دار كان مركز على هذا الجانب، على انه ملي يجي لا كومبيتيسيون تكون عنده فرقه سودي. سور لو بلان تكنيك ما كان عنده ما عنده ما يزيد حيت اللعابه اللي عطى الله راهما اللي كاينين، حيت ايرفي رونار مدرب بما له ما لا راه ما عندوش تجربه كوب دي موند. كوب دي موند سي اون اوتر سي ان اوتر نيفو دو كومبيتيسيون، ابغيتي ولا ما بغيتيش الفرق اللي عندها دابا رجع للفرق اللي تاهلت او اللي لي رياليزاسيون ديالهم في هاد لا كوب دي موند مزيانه. رجع كلها فرق عندها عندها يعني كونتينيتي في البارتي. البيرو لو نيفو ديال لي جوور ديالهم اكسيبسيونيل، اي سون كلاسي ديرني. لحقاش صافي 26 عام ما تاهلوش. مصر هذا ميم شوز، كاع الفرق اللي عندها تجربه في كاس العالم. بلجيكا الان الاداء ديالهم افضل، راه نفس المجموعه ولكن مجموعه عندها تجربه ديال كاس العالم. سي لا لوا، سي لا لوا دي فوتبول سي جعفر. قبلاش الا بغينا كاع نهضروا على لا لوا دي فوتبول، ليطالي راه ما كايناش، ليطالي راه شامبيون دي موند هي ما كايناش، خلات بلاصتها، راه خلات بلاصتها ليطالي ولا هولندا كذلك خلاو بلاصتهم. سي لا في، سي لو فوتبول. سير كراكي باش نحافظوا على هذه المجموعه. حنا دابا هضرنا على المباريات سيرتو هذا اللي دازوا ديال ايران وديال البرتغال، راه خصنا هذا المكتسب هذا خصنا نحافظوا عليه. اشنو هو هاد المجموعه ولا الفريق المنتخب عنده شخصيه؟ ملي كنقولوا فريق عنده شخصيه كنا في الاقصاء اذا كاس افريقيا وفي كاس افريقيا وفي البدايه ديال كاس العالم اللي هما المباريات خصنا في المباراه الاخرى نحافظوا عليها. ثاني حاجه اخرى ما بقاوش من دابا بدينا كنهضروا ارنا حنا ما شغلناش المدرب يبقى، حنا الصوره تبقى والمجموعه تبقى والشخصيه تبقى لا كونتينيتي، حيت حنا كما قلت لك حنا غدا حنا ندخلوا في منافسه اخرى. غير حنا بغينا انا بغينا نستافدوا لو ماكسيموم في الماتش الاخر ضد اسبانيا. سي حمدي لو سمحتي مع هشام، غير رجع الاخ جعفر العطيفي هو راه خبير. غير حنا في ليستوار دو فوتبول ماروكا راه دوزنا دي زونترينور، يعني ايرفي رونار هو كاين سي فري وداك الشيء، ولكن ما غاديش نقولوا توب. دوزنا راه دوزنا انري ميشيل الله يرحمه، دوزنا بيدينيك، دوزنا دو غران زونترينور. دونك راه كل مدرب وسا بلاص. هادشي اللي كاين هو اولا خصنا نعرفوا المكانه ديال المدرب ديال الناخب الوطني في المنظومه ديال الكره في المغرب، لاننا في المغرب ما كنشابهوش دول اخرى. اشنا ما مدى يعني كيفاش غنقولوا الدور اللي كيلعبوه المدرب في هادشي؟ ما ننساوش ان هادشي اللي دار المنتخب الوطني ما كاينش غير ايرفي رونار، راه كاينه جامعه، كاين ستاف معاه، كاين دي جوار انترناسيونال اوتور دو لوي، كاين صحافه، كاين مجموعه من الاشياء. وبالتالي هنا النقطه اللي شار لها هشام نقطه مهمه، كيفاش نحافظوا على لا كونتينيتي ديال المنظومه فيها ايرفي رونار ولا ما فيهاش. حنا كنبداو كناقشوا لا خصو يمشي لا خصو يبقى، هذا ماشي الجامعه هي اللي كتقرر، الجامعه هي اللي كتعرف، ولكن لي فوندمون دو باز خصهم يبقاو. خص تبقى عندنا واحد كيفاش غنقولوا لها، واحد النهج، واحد لا استراتيجي اللي مشينا فيها باش نصوبوا هذا الفريق خصها تكون. ما نجيوش عاوتاني نديروا طابلو غاز بدل اوغي ميشيل، راه واحد ايرفي رونار راه غير واحد شخص وسط هذه المنظومه هذه. إذا كان البقاء ديالو غيخدم المنظومة ككل مرحبا، كان التغيير ديالو غيخدم المنظومة مرحبا، ولكن
ليكيب ناسيونال اون طون كيل اون طون كانستيتيوشن خاصها تبقى غاده في هذا. واش السي جعفر ما حدنا كنذكروا على ليكيب ناسيونال، راه عندنا داك المشكل عاوتاني ديال المحلي وديال ديال برا. انا تيجيني انا تيجيني سي ان فو بروبليم، لحقاش خصنا نفرقوا ما بين اشنو بغينا من ليكيب ناسيونال وتطوير كره القدم، هما شيئان مختلفان. ملي كنبداو الناديو على ان المنتخب الوطني خصو يكونوا فيه لاعبين محليين، دونك اوتوماتيكمون خصنا نقولوا ان مستوى الممارسه داخليا خصو يترقى، خصنا نرفعوا منه، خصنا تندخلوا في واحد البروسيسوس اخر اللي هو تطوير كره القدم. هذا موضوع اخر، خصو سياسه، خصو استراتيجيه، خصو بزاف ديال الاشياء. وكنجيو للمنتخب الوطني اللي هو واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي كتشارك في المنافسات الدوليه وخصها تحقق نتائج. دونك لا استراتيجي اللي غتعطينا نتائج في المنتخب الوطني هي اللي خصنا نادوبطيو، فيها المحليين ولا فيها دي جوار اللي كنجيبوهم دو ليكستيريور، ماشي هذا هو اللي كيهم. اللي كيهم هو ملي نديرو اختيارات يعطيونا نتائج، باش ما نطيحوش في انفو ديبا. لا كل لعبنا المحليين، المنتخب الوطني خص يلعبوا فيه اللاعبين اللي في لو جور في لا بيريود لو جور جي يكونوا في لا بيريود بي يكونوا اوتمون بيرفورمون ويعطيونا نتائج ايجابيه. شنو هي النتائج الايجابيه؟ يوصلونا اننا نتاهلوا لكاس العالم كبدايه ونتاهلوا ليه في شاك فوا، يعني كنقولوا 2018 2022 2026. فهاد المشاركات تكون المشاركه ديالنا في 2022 احسن من 2018، وفي 2026 احسن الى ما كانتش بحال، وفي كاس افريقيا يكون تاهل سيستيماتيك ونمشيو على الاقل في 2019 في الدومي فينال، وفي ليديسيون اللي من وراها نكونوا دائما بارمي لي كات ولا لي دو بروميير ايكيب. هنا غنقولوا ليكيب ناسيونال كتادي المهمه من ناحيه لا بيرفورمانس والاشتغال على تطوير كره القدم. موضوع اخر، امتاش غنكونوا حققنا المبتغى من الممارسه الرياضيه كواحد لو شون دو ديفلوبمون، ملي غادي تولي عندنا ما هو مطلوب من المنتخب الوطني يتماشى مع ما هو مطلوب من تطوير كره القدم، وتتولي تطوير كره القدم يصب في انشاء منتخب اللي هو كيعكس المستوى ديال الممارسه داخليا وكيعطينا نتائج خارجيه. يمكن هادشي عشناه وقيلا في 86، لا 86 حتى في 98. هو 86 سي فري لو باساج، دزنا للدور الثاني ولعبنا نصف النهائي ديال كاس افريقيا، ولكن من بعد منها تقسينا في نصف النهائي ديال كاس افريقيا وحقا لعبنا في المغرب. تنظن على ان الفتره ديال التسعينات واخا هادشي كنساوه شويه لان النتائج ما كانتش سبيكتاكولير، كانت نتائج جيده. سبيكتاكولير كان هو اننا نربحوا البرتغال وندوزوا للدوزيام تور. تأهلنا في 94 كأس العالم، وتأهلنا في 98 ودرنا نتائج في لي فاز فينال في 94 وفي 98 من ناحية المردود ومن ناحية الأرقام يمكن أفضل من أي مرحلة. هنا كان أن سويفي. غنرجعوا للموضوع ديالنا سي هشام، المباراة الأخيرة أمام المنتخب الإسباني لا قدر الله وكانت شي هزيمة والمنتخب الوطني ما قدرتش يسجل هدف، فهذه غتكون من اضعف مشاركات ديال المنتخب الوطني المغربي في تاريخ كاس العالم، فكيفاش كتشوف هذا المعطى هذا؟ وهذا هو اللي ما نتمناوش، ان على الاقل كما قال ذاك العقم الهجومي هو اللي عندنا اشكال، كما قال جعفر اننا ادينا كره جميله، دافعنا، كانوا دي فاز دو جو في لي دو ماتش، واخا ماتش الاخر ما كانش عجبنا كاملين، ولكن على الاقل شفنا فيه شي حوايج. ولكن الاشكال الكبير هو التهديف. الا خرجنا وما سجلناش غيكون عندنا واحد بحال قلتي احباط من ناحيه كاع اللاعبين اللي كيكونوا في الشق الهجومي اللي كيمارسوا لا داخل البطوله الوطنيه ولا داخل ولا خارج المغرب، يعني غيولي واحد الاحباط وهنا غيولي الشك، وهذا الشك هو اللي ما تمناش. كنتمنى في المباراه الاخرى ديال اسبانيا اننا على الاقل نسجلوا ولو من كما ننتصرش، ولكن نسجلوا نصروا البطوله. هذا هو دابا. انا اسمح لي دابا نفرضوا دخلنا ماركينا ثلاثه البيوت على اسبانيا في الدوزيام ميطا، داروا لنا سبعه لا قدر الله، نكونوا نقولوا راه المنتخب الوطني ادى مزيان حيت سجلنا ثلاثه ديال البيوت. لا ماشي ادى مزيان، ما خسرناش بسبعه لثلاثه، خسرنا باربعه لثلاثه.
بحيث حيت حسن بن عبيشة كنوجه ليه التحيه كان فايز بثلاثة، انجاز انك تسجل ثلاثه الاهداف على نيجيريا، ولكن ملي انهزم داروا ليه طل طل كما كنقولوا، وما يمكنش نكون دابا في هذه الحاله نفرضوا اننا رابحين بثلاثه وخسرنا باربعه، واش نقولوا اننا حققنا المبتغى بان المنتخب دار مباراه جيده وسجل ثلاثه الاهداف على اسبانيا، ولا نقولوا اون مال جيري والمدرب ما عرفش كيفاش يجيري؟ حيت هذه الاشياء هذه الا ما حطيناهاش في لو كادر جينيرال ديالها وباشنو بغينا كنكونوا دائما كنحكموا على الاشياء من الظاهر ديالها. كنتمنوا على ان المنتخب الوطني يدير اداء، اولا اداء مثيل بالاداء اللي دار في المباراتين الاولى ويكون معاه النجاح. مباراه ديال البرتغال ما ايران جعفر واقيلا حزمنا اخر لحظه بزز، انا بيرسونيلمون كون ساتيسفي. اما الا غنجيو ونتمو غادي نهجم هجم هجم ويماركيو علينا ونماركيو عليهم بحال ماتش دوهو جعفر، سيرتو راه لاعبين ضد الاسبان، الاسبان الفرقه الوحيده في العالم الوحيده اللي كتمناك تخرج عندها تخلي لها لي زيسباس من وراك، واحد لي زيسباس تخلي لهم قد هكا كما نقولوا باللغه العاميه يندموك. اذا حنايا اسمح لي يا سي جعفر، حنا ما مشيوش كما قلت في سابقا ما مشيوش نفس النهج ديال الماتش ديال البرتغال، بغينا نلعبوا الكره وبغينا نمتعوا الجمهور ديالنا، ولكن ما بغيناش نعطي الفرص كثير للمنتخب الاسباني لانه كيعرف كما كنقولوا ديك الحرفانه ديال دوك اللاعبين اللي عزباني راه تغلي دوك يندم. يعني كما قلتي جبدنا قبيله اللاعب رونالدو، راه كاين فرق ما بين هنا باش كيسوى اللاعب والملاير، راه كما قلنا داكوستا رغم اننا كان عندي مؤاخذات انه كان يبدا سيس في الماتش ديالو، ولكن داكوستا كما قال سي جعفر ترى رونالدو راه يماركي عليك يماركي عليك، راه مارك على اعتد الانديه واحسن المدافعين، يعني ذاك الابير ذاك لو ديبلاسمون اللي كنقول بيكي وراموس ماركي عليك وماشي ديما كيماركي، يعني راه ما كنقولش راه مهاجم من اخر ما كاين في العالم. يعني كنقول ان المغرب خصنا كما نقولوا في هذه المباراه هذه نستافدوا منها على جميع المقاييس وما يتماركاش عليها. كنتمناو السي هشام في هذه المقابله نحترموا لا ريغل دو فوتبول، يعني دوميني سني با غاني، نحاولوا نخليو انا كنظن نخليو المنتخب الاسباني يلعب لو ستيل دو جو ديالو، المنتخب الوطني المغربي ما يحاولش يدير لي ميم زيغور اللي دار امام المنتخب البرتغالي، وايضا المنتخب الايراني يلعب بلوتو ديفونسيف ويحاول يلقى لافاي فين يقدر يسجل الهدف. تفضل انا جوجت في كوتي تكنيك هو اننا بغيت انا حكيمي يبدا في لادروات، انا كيقول لي نبيل ديرار بليسي يجلس بليسي لعب مندي سيرتو في هذه المباراه مندي باقي لاج ديالو باقي صغير لا ما لا ما شمس انا اكسيال غير هو لا غير هو اكسيال كيبان لي ان سميتو حكيمي غادي يعطينا غادي يعطي كما قال قبيله جعفر ان هذا اللاعب غيعطي الاضافه. حنا تمنينا اننا فاش كنا كنقولوا في الفريق ديال اللي هو ريال مدريد كنقولوا مره ما كيدخل الا كان بيرفورمانس ديالو طلعت لي في هذه المباراه، انا راه هي اللي غتعطينا انه غادي في اما في ريال مدريد او ننتقل لفريق اخر غيكون اكتسب الرسميه ديالو، والا اكتسب الرسميه ديالو غادي يرجع لينا بالنفع ديالنا للمنتخب المغربي مستقبلا. هذا الشيء اللي كنتكلم عليه على حكيمي هو اللي كنتكلم على مندير، ما كندافعش على مندير، هو اللي كنتكلم فيه على حارس راه حنا فير لو فيتشر، حنا راه كنهضروا على قلت لك خصنا نربحوا له ماكسيموم في هذه المباراه. السي نور الدين الركراكي فيو كو فوجيت جورناليست، شفنا مؤخرا لا ديغنيغ ديكلاراسيون ديال مهدي بن عطيه واللي يتكلم على دي غينيول اونتر بارونتيز، هذا المصطلح اللي كان جد قوي وتكلموا فيه مجموعه من الصحفيين الاجانب، فواش يمكن نقولوا بان مهدي بن عطيه كان كيقصد شي مقرب داخل المنظومه ديال المنتخب الوطني المغربي؟ الاخ طلال، هي اول حاجه هذوك الديكلاراسيون انا بالنسبه لي زعما اون طونكو كابيتين ديكيب
وامام العالم يعني ما لازمش تكون. هذا اللي يعني اون دو بريزيرفي ليسبري دو جروب. واخا تكون يمكن ساسو ريغل سي دون كوزين انتيريور كي سي ريغل دون يعني اون انترن يعني بلا ما الانسان يبقى دا شوز هكا لقى باش هذه ليستوار راه مقبولات الاخوان تاع لا فرانس كانوا انيركا كان نيت كان وقع لي مشكل وما سي با بون يعني سي با بون صافي كاين دي بيتي بروبليم. واش التايمينغ التايمينغ فاش تقالت تايمينغ غال كابيتان ديكيب يسو ريسبكت يعني عنده ما لازمهاش تكون ما لازمهاش تكون سي سي شنو الفائده من ان هذه الهضره تتكال ما لازمهاش تكون شنو الفائده لان كابيتان ديكيب في ان ديكلاراسيون راه ديك كلام مسؤول يعني تيقول كلام مسؤول اشنو ما الفائده من اننا نعرفوا على ان كاين مشكل حتى دوك لو موغيون اللي تري لا حنا كمتتبعين علاش واش غنعذروهم ولا شنو المراد من هذا ان كابيتان ديكيب ان اونترينور ملي كيجي كيدير فواحد الانترفيو ولا ان ديكلاراسيون الكلام ديالو كان دائما يصب في مصلحه الفريق ما كيجيش كيقول ماشي يجي كيهضر لان هذوك ردود الفعل اللي هي ايموشنيل هذيك كديرها مع ولادك مع ماشي ملي كتكون ان بروفيسيونيل حتى الاختيار سي جعفر بلي الاختيار ماشي الاختيار اول حاجه ادينا مباراه كانت جميله كان على الاقل نسبيا كانوا تشفال غالي ديال المتتبع المغربي والجمهور المغربي على هذيك المباراه رغم الهزيمه ديالو اذا به يخرج بهذا التصريح هذا التصريح كيبقى راه شاره العماد راه ماشي بالشاره هي ديك الشاره الشاره فيها بزاف الحوايج باش كيعطيو يعني وسيرته هو كيلعب في واحد المستوى في القمه ديال الاحتراف كيلعب في فريق اللي هو كبير راه كيشوف الناس القياد ديال الفرق راه ما كيجيش كيقول اي حاجه. سي جعفر اسمح لي فين هو لو رول ديال لونترينور في هذه المساله هذه ملي كيخلي لاعب كابيتان ديكيب يخرج بتصريح بحال ولكن ما يمكنش لونترينور يمكن با بريفوار انت كيجي عندك تيجي يكون عارف كاين بروبليم لا ما يمكنش هو غادي يدخل ليه في راسه باش اسمع واش نو زافون مونكي دو بريباراتور مونتال في هاد لا سيتوياسيون دابا هنايا شوف هنايا هي فرصه باش نيت هو لا بريباراسيون مونتال لا بريباراسيون مونتال هو واحد لو ترافاي على لي بروسيسوس بسيكولوجيك باش نخرجوا واحد لو كومبورتمون دوني دونك هي بونكتويل و بريسيز يعني ملي كنديروا ان بريباراسيون مونطال كنكونوا باغيين واحد لو كومبورتمون هذا ليتيك ديال الكابيتانا ان كابيتان ديكيب هو الي لا بور ماشي بور سو ديفوندر بور ديفوندر ليكيب لو جروب ولكن ديما داو لو بون سونس بور بروتيجي لو جروب ملي كنجي كنقول انا وحدين داروا فعلوا هذه كتدخل في اطار التبريرات الغير عقل معقلانه بن عطيه درتي لو ماتش اللي درتي كاتر اوكازيون كان انا غير درتي الماتش اللي درتي لو غول ديالك درتيه جدال معاك ستي جواب كيهضر معاك هو على الماتش تيقول لك الماتش لعبتو مزيان تصريح طبيعي ديال ان بروفيسيونيل لو فوتبول اي كرويل بارفوا كدير ان بون ماتش وما كتربحش بارفوا كدير ان موفي ماتش وكتربح حنا اون فا كونتينيو ترافايي لي جوور خدمو الناس خدامه زيد حيد لي بروبليم اللي عندك اولا الا عندك ان بروبليم بيرسونيل يفو لو ريغلي ديريكتومون هذا هو الاخلاق عندي مشكل مع سي نور الدين كنجي كنريغل المشكل ديالو عندنا مشكل داخل المجموعه كاين مدرب كاين رئيس الجامعه اللي هو المسؤول الاول على المنتخبات دونك سا سو ريغل اون انتر ما كنجيوش نقولوا انا عمرني ما سمعت شي كابيتان ديكيب قال راه دايرين بينا شي ناس كيديروا لنا المشاكل جامي ما سمعت انا شي راموس ولا لام ولا بوفون ولا اللي كان سي جعفر حتى ديك نو زافون تونو يعني لو روندمون ديكيب راه ماشي يعني بيريوديك نو زافون تونو بلادي انت راك العام كامل خدام حياتك كامله الهدف الواحد اللي عندك هو لو فوتبول تكون بيرفورمون في لو ماتش ان فوتبالور دو نيفو سيرفيس راه خدمته كيديها سي ان تريت كاركتير سي بلوس كان سيرفيس ان فوتبالور دو نيفو سي ان كومبيتيتور توت لاني
اني في لا دي ان ديالو لا كومبيتيسيون دونك ملي كيدخل هو انه شيرش ابروفي ا بيرسون كوا كو سوا il cherche à remplir ce qui le motive ou de l'intérieur. Qu'est-ce qui motive un footballeur de haut niveau? C'est sa volonté انه دائما يكون افضل والافضل. Donc ملي كتدخل تلعب كتدخل تلعب باش تكون مزيان ماشي باش تبروفي ا كلكان لحقاش لو غيست راه انت ملي كتلعب مزيان سي فري الناس كيشجعوك وكيفرحوا لك ولكن انت ملي كتشوف راسك في المرايه كتقول اليوم درت كاع داكشي اللي خصو يدار جو دوا خصني نخدم باش نكون في الماتش الجاي افضل ولي غران جوور هما هادو ما كيشبعوش ما كيعياوش ما كيملوش و سورتو لو ريزولطا لي كان في لا كوب دي موند لا امام المنتخب البرتغالي امام المنتخب الايراني ما كانش مهدي بن عطيه يمكن يطلب سماحه من الجماهير يمكن هذا ماشي يعطي شي تبرير لي يعني ما عنده حتى شي علاقه لا بالمباراه لا بالكاس العالم لا بالمنظومه ديال المنتخب الوطني بصفه عامه فوتوش هذه القضيه هذا الشيء راه ما كيمنعش على ان بن عطيه في المسار ديالو مع المنتخب الوطني راه كاين بزاف الاشياء الايجابيه حيت ما خصناش نجيو حنا دابا كنبداو نقولوا راه بن عطيه غير صالح لا تنقولوا في هذه النقطه هذه بوحديتها كنتكلموا عليها هذه النقطه بوحديتها يمكن كان خصو يدير تصرف اخر اما لو غيست ان يا غيان ريبروشي لبن عطيه لا في الاداء ديالو لا في الحضور ديالو ككابيتان ديكيب كيفاش كيموتيفي كيفاش كيجمع دونك باش ما نتغلطوش يقول لك لا المنتخب خسرها هما بداو كي لا حنا تندويو على هذه النقطه لا غير وحاجه واحده اللي بغينا نضيف على اللي كما قال سي جعفر هو حنا كنا كنحافظوا على استقرار المجموعه استقرار المجموعه كنحافظوا عليها باش يمكن لنا حنا كما قالوا نهيو احسن ما في المشوار ديالنا في كاس العالم اللي هو اول مباراه ديال اسبانيا الى التصريحات هذا كيزعزع الاستقرار ديال المجموعه ونتمنوا لا اللي عجبني انا لا لاعبين قدامى ولا مدربين ولا صحافه مغربيه او مش اول مره يعني صافي بليزير ملي كتشوف كل شيء وراء المنتخب رغم ما كاينش حوايجات ما سمعنا حتى واحد صرح شي تصريح اللي ماشي هو هذا دابا واحد كيخرج اللي هو عميد الفريق ويقول هذا ما مسموحش ما مقبولش ودرج انه كيلعب كما كنرجع له لو نيفو وكما قال جعفر هو انه ما نبخسوش ليه العطاء ديالو وكان واحد الفتره اللي انه بليسي وقع مشاكل مع فرقته وجاب ما كنبخسوش ماشي نقولوا حنا كما كيقولوا كنكروا الجميل ديالو ماشي هو جميل هو واجب وطني ولكن ما نكروش الاعمال ديالو اللي هي ايجابيه ونذكروا غير سلبي حنا كما قلنا كنهضروا على هذه النقطه وهذا الصراح ما كما نقولوا باللغه العاميه ما فكرش وسيرتو في الماتش ديال جيفونتوس والريال مدريد بيليغريني ياك هو لونترينور ديال جيفونتوس الا غابلي لوغدر قال لي فو اريتي دو فير هاد الديكلاراسيون ماشي غير بوحدو فاش بقاو كيهضروا من ورا البينالتي اللي تصفر ضدهم قال لهم خصكم ديوها في الكره دابا ما بقاوش كن دونك تو ايتي ابلي ا لوغدر في واحد النقطه خص بون بيتيتر سنتر د كاركتير فيه مهدي بن عطيه عطى شيء الكثير الكره المغربيه ونتمنوا بان هاد المسائل اللي تكلم عليها ما تاثرش سلبيا لا على المجموعه ولا على اللاعب مهدي بن عطيه سي جعفر عاطفي شنو التوقعات ديالك ديال المباراه ديال المنتخب الوطني امام المنتخب الاسباني توقعات الى توقعنا من ناحيه العاطفه وسميتو راح نقولوا المغرب غيفوز ولكن ما تنساش على ان الاسبان لاعبين لا كاليفيكاسيون ديالهم دونك غادي يخرجوا لي زارم ديالهم كاملين وملي كنقارنوا يعني بوتونسييلمون اون فالور ابسولو لي دو زيكيب ليكيب ديسبان قوى من المنتخب الوطني بحكم نوعيه اللاعبين المستوى اللي كيشاركوا فيه التجربه بالتالي هي مباراه يمكن المغرب ما يسهلهاش على اسبانيا ولكن اللي هو اساسي هو ان المغرب خصو يدير لو ماتش كيلفو وايران راه عطاو شكل صعوبات كبيره للمنتخب الايران وسجلوا هدف وما تحسبش لا لا اورجو اورجو مي بون غير باش نحلوا بقوس واخا راه الهدف ترفض عاد باش رجعوا للفار ماشي الفار هو اللي رفض الهدف راه لو جوج دولين هز اورجو وباش يتاكدوا على ان الاورجو صحيح رجعوا للفار غير المنتخب الوطني خصو يدير المباراه اللي خصو يدير يلعب مباراه
بغض النظر على واش مقسي ولا ما مقسيش، يلعب الكره يكون فير بلاي، يلعب جوسكو ديرني ديرني مومون، والنتيجه ماشي ما كتهمناش اولا لاننا تقسينا، ولكن ما كتهمش كثر ما كيهمنا اننا نديروا المباراه اللي خصنا نديروا. سي احمد الا كان ممكن هضرنا شويه واحد البيت بالون ناخذ التوقعات ديال السيشن قبل ما ننسى غير دقيقه الا كان ممكن قبيله هضرنا على بريباراسيون مونتال معنا جعفر عاطفي انا كنعرفو خبير الاعداد البدني في خلاصه هادشي اللي واقع في روسيا الكليما هو اللي بالنسبه للاعداد البدني او فالاستعداد للمباراه الكومبيتيسيون بحال هذه جميع الفرق اللي كتكون كتهدف انها تمشي الى ابعد حد في المنافسات المانيا اسبانيا البرازيل الارجنتين تيبان على ان البدايه ديال كاس العالم كانت عندهم بدنيا ماشي في المستوى لانهم هما تيجيو ماشي في لو توب نيفو ديالهم سور لو بلان فيزيك وكيعتبروا لا كيعتبروا المباريات الاولى كتكميله للاعداد باش ابارتير من الويتيام دو فينال يكونوا في لو توب نيفو حيت الا بداو في التوب نيفو ديالهم بحال جميع المجالات ملي كتطلع للسومي كتبدا تنزل هما كيجيو في لا فاز اسوندونت كيكونوا فاتيغي كيكون باقا عليهم لا شارج ولي 3 برومي ماتش هما اللي كيخليهم يوصلوا لو ميور نيفو دي فيزيك ديالهم دونك ما خصناش نخطئوا ونقولوا على ان بدنيا الفرق كانت في ماشي في المستوى غادي نشوفوا مستويات بدنيه فيما تبقى من المنافسات افضل. سي هشام التوقعات ديالك لمباراه المنتخب الوطني المغربي امام اسبانيا؟ وكما قلت لك الى جيت الجانب ديال انني الشغف والحب ديالنا ديال البنك نقول لك المغرب غادي تربح ولكن هذا غيكون الدافع ديالو هو انني كمغربي ولكن الواقع اللي هو ملموس لا بالنسبه للمجموعه اللي كتوفر على المنتخب المغربي ولا المجموعه اللي كتوفر على المنتخب الاسباني ما كاينش تقارب يعني لاعبين كيلعبوا في اعلى المستويات لاعبين اللي السومه ديالهم والقيمه ديالهم لا الماديه مرتفعه وزائد كما كنقولوا التجربه ملي كنقول التجربه تابعه الحرفانه يعني حريفيه فهاد المباراه اللي الاخرى راه ما عندهم اسبانيا في هذه المباراه غادي باغين يخرجوا كاع ما عندهم باش يربحوا الدبق وحنا ما نقصوش من القيمه ديال اللاعبين ديالنا اللي برهنوا اللي برهنوا سيرتو في المقابله الاخر بينوا انهم لاعبين اللي عندهم شجاعه ديال ما عندهم شخصيه قويه كنتمنى هذا العكس ويكذب المفاجاه وتكذبنا حتى حنايا ويفوزوا ونكونوا كنا ناشطين وكنا فرحانين والكره المغربيه كلها ناشطه. جامع نتمنوا خير السي ركراكي. استاذ طلال دابا يا ولا هذا الشيء ديال ايكاليتي نفس التوقيت زعما المغاربه نحيدوا حنا غلبنا الاسبان نحيدوهم من الكوب دي موند دونك باقا شويه سي سورا تري ديفيسيل افيك اون فيكتوار بحال اون ديفيت ديال البرتغال وايران ولا المغرب ربح الاسبان غيدوزوا بجوج لي كالكول شويه لي كالكول شويه صعاب كل لي كالكول اسبانيا راجعين باغيين يديو الكوب دي موند هذا هو سي سورا ديفيسيل يعني باش تخطو تكون بريسيون انورم ديال هما كانوا ديجا دو فافوري كانوا كيقول البرتغال والاسبان يعني صوف صوف لا كانوا دي سيربريز دي سيربريز كا اكسبسيون هادشي وارد في كرة القدم يعني خص نكونوا حنايا في اكسيلون ويكونوا هما في واحد المستوى اللي قل من حيت الا خصو وقيلا كرواتيا كاسيا لي كالكول باقي شويه البرتغال ايران تعادلوا او فازوا مابقاش يبقى الواتساب في التليفونات يهضروا دابا اسبانيا عندها اربعه النقاط البرتغال عندها اربعه النقاط وايران عندها ثلاثه النقاط البرتغال تربح ايران كيلكو سوا لو ريزولتا ديال اسبانيا يدوزو البرتغال والاسبان ولكن الى ايران تعادلوا غيوليو مقادين مع اسبانيا في هذه الحاله ما عرفتش واش كيديروا الكولافيراج جينيرال ولا الكولافيراج بارتيكولي ولكن الى فازت ايران على البرتغال واسبانيا خسروا ايران هنا يشوف داكشي باش كنسير السي كراكي كنشكرك على قبول الدعوه السي جعفر عاطفي كنشكرك على قبول الدعوه مره اخرى السي هشام الروك كنشكرك على قبول الدعوه مره اخرى مشاهدينا الكرام كنوصلوا لنهايه حلقه اليوم الى مناسبه اخرى بحول الله.